السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء للصف الثالث متوسط، اليوم وهو درس مهم لكم إنشاء حول المهنة الحقيقية للشخص. Write a paragraph about career of Fred Pearson، وهو مرشح وزاريا هذا العام. We have Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo يعني مشهور، شخص مشهور ولاعب كرة قدم برتغالي، لذلك كتبت عليه لأن الكل تعرفه. كريستيانو رونالدو، أقرأ التكست. Let's go. Cristiano Ronaldo is a professional football player. He was born in 1985, aged 38 years old. هو يبلغ من العمر 38 سنة. He is one of the greatest football players of all time. All time. He won 5 Ballon d'Or that are given to the best football player in the world each year. Also, he won a lot of cups with clubs or national teams. He has 4 Champions League and another cup. He played for 6 clubs. Sporting CB يعني Sporting لشبونة، هو لعب لي 6 أندية، منها Sporting لشبونة البرتغالي بداية مسيرته، و بعدها مان يونايتد، انتقل الى مان يونايتد اللي هو مانشستر يونايتد، اند ريال مدريد، ريال مدريد جو اند جوفانتس، اند ات ذا مومنت، ات ذا مومنت هي بلاي وذ النصر السعودي ناو، هو الان يلعب مع النصر السعودي. النصر السعودي. His dream, حلمه, is to be a great coach. A great coach. هو حلمه أن يكون شنو؟ مدرب عظيم. مدرب رائع. هنا هذا النص في اللغة الإنجليزية، وهنا النص في اللغة العربية. سأقرأ. كريستيانو رونالدو. يعني كل سطر يقابل السطر الأول باللغة الإنجليزية. كريستيانو رونالدو هو لاعب. هو لاعب كرة قدم محترف، ولد في عام 1985، عمره 38 سنة حاليا. إنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور. فاز بخمس بالون دور اللي هو الكرات الذهبية، الذي يتم تقديمه لأفضل لاعب كرة قدم في العالم كل عام. كما حصل وحصل على الكثير من البطولات والكؤوس مع الأندية والفرق الوطني، يعني المنتخب الوطني. لديه 4 دوري الأبطال، 3 مع الريال، 3 مع الريال وواحدة مع مانشستر يونايتد، وشنو وكؤوس أخرى، الليغا الإسبانية. لعب في 6 أندية، منها سبورتينغ لشبونة البرتغالي بداية مسيرته، ريال مدريد الإسباني، يوفانتس، وفي الوقت الحالي يلعب مع النصر السعودي. حلمه هو أن يكون مدربا رائعا، كما موضح أمامكم بالصورة. كريستيانو رونالدو عنده شنو؟ دوري الأبطال، وهنا مع البرتغال. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، أتمنى أن يكون هذا الإنشاء واضحا وسهلا إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وتوفيقه.